مرغمين ومرغمين من اي وقت مضى، اكثر من اي وقت مضى، اننا نحصل هذا القطب الوطني وندير نداء للطبقه السياسيه، ندير نداء لكل الخيرين في هذه البلاد على ان الخيار الوطني هو عنصر. قلتها ونعاودها اليوم، قلناها البارح في بلدنا من عاصمه الاوراس الاشم، واليوم نعاودها من عاصمه النضال وعاصمه مياه وعاصمه الجزائر المستقله اللي هو المؤديان. نقول بان التيار الوطني هو الضامن الاساسي لوحده الشعب الجزائري. التيار الوطني هو الضامن الاساسي للنسيج الاجتماعي الجزائري. اذا كان حبينا الجزائر تستمر وتحافظ على كيانها وعلى استقلالها وعلى ثوابتها وعلى وحدتها الوطنيه وحدتها الترابيه، فلندعم التيار الوطني ونقول لبعض الجهات اللي اليوم راهي تضرب في التيار الوطني ضربات تلو الضربات على انه ما يقدرش ينالوا من هذا التيار، لانه عقيدته وعزيمته وعبادته هي الله عز وجل اولا، ثم المحافظه على رساله الشهداء وبيان اول نوفمبر. وبالتالي اللي متسلح بهذه القيم وهذه الافكار مستحيل انه يضرب. وهنا نلاقي اليوم للتيار الوطني، والحمد لله في 28 الحزب مرشحه اليوم، وبعض الشخصيات الحره مترشحه لسباق 12 جوان، اغلبها تيار وطني، اغلبها تيار وطني، نادينهم انهم يشكلوا القطب الوطني للمحافظه على الاستقلال الوطني والوحده الوطنيه. نادي التيار الوطني انه يتكتل ماهوش فقط في وثيقة، لا، احنا ضد هذه التحالفات الرئاسية وما شابه ذلك، لكن نقول أننا نتوحد حول استقرار واستقلال الجزائر والحفاظ على هويتها وعلى ثوابتها. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.